احتياج الجسم البشري من الجنس يبدأ بعد العشرين، رجل أو امرأة، شاب أو 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 بنت، ولد أو بنت، وبيبقى الاحتياج للجنس على الأقل على الأقل مرة كل أسبوع، ودي هنشرحها في إفرازات الجسم البشري. ليه؟ لأنه إذا كان الرجل أو الشاب يحتاج إلى إخراج السائل المنوي مرة كل أسبوع، فالبنت أو المرأة ممكن يبقى عندها سائل منوي مرة كل شهر. ولذلك الآية الكريمة واضحة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أفضل جماع للمرأة على الإطلاق بعد أن تطهر من الدورة الشهرية، ولذلك هي بتبقى محتاجة للراجل جدا 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 بعد الدورة الشهرية بتاعتها. لو أن الرجل فاهم هذا، وإحنا عندنا كأطباء إن دي بيسموها بعد كده فترة الاستعداد للتبويض. فترة التبويض بتبدأ من أول يوم في نزول الدم، أول يوم في نزول الدم بتبدأ البويضة الجديدة، لأن البويضة القديمة ماتت، بتبدأ البويضة الجديدة في التكوين. لو الدورة بتاعتها 5 أيام 6 أيام، السابع الثامن التاسع بتبتدي الدورة البويضة الجديدة تنزل، ها، لغاية 15 يوم من الدورة بتبقى مستعدة للحمل تماما. ده للناس اللي عايزة حمل، ودي الناس اللي تاخد فترة اسمها فترة الأمان، فبتبعد عن الفترة اللي هي في منتصف الدورة بالضبط، اللي هو من 10 أيام ل15 يوم بعد الدورة، ما بتقربش للزوجة لأن دي ممكن يحصل فيها حمل، ده لو مش عاوز يركب لولب ولا ياخد أي وسيلة أخرى. احتياجات الجسم من الجنس مهمة جدا لضبط هرمونات الجسم والسعادة. ويكفي أن أقولك أنه أعظم شهوة على الإطلاق مش شهوة النوم، مش شهوة العلم، مش شهوة الظهور، مش شهوة الأكل، ها، مش شهوة الإخراج. هم عملوا 13 شهوة للإنسان، هقولكم عليها في حلقة إن شاء الله اسمها شهوات الإنسان، 13 شهوة نعدهم مع بعض ونشوف الشهوة لما تزيد يحصل إيه، ولما الشهوة تقل يحصل إيه.